حدثنا عن كتلة الحوار قبل أن نتطرق إلى هذه القضايا. تمام، يعني كتلة الحوار الحقيقة كيان خرج من رحم المرحلة بالكامل، هي مرحلة تجديد سياسي، إصلاح سياسي تأخر كثيرا كما أطلق السيد الرئيس الجملة بالتحديد. رئيس في كل خطاباته وكل إشاراته بيتكلم عن تعزيز المشاركة السياسية وتدعمها، ففي حالة من حالات الانفتاح السياسي بقالها سنة وشوية. كان أحد مخرجاتها الحوار الوطني اللي حضرتك شفته وكلنا تابعناه، اللي اشترك فيه كل يعني التيارات السياسية المصرية، كنا احنا مشاركين بصفتنا يعني سياسيين. من داخل الحوار ابتديت افكر انه ليه الحوار ده ما ينتجش كيان سياسي او تحالف سياسي يعبر عن المرحلة وينشأ منها ويعبر عنها. فكانت كتلة الحوار، ابتديت اكلم زمايلنا الموجودين من التكنوقراط والاكاديميين والسياسيين المشتركين وهكذا، وابتدينا نتآلف على الفكرة. أعلنت ده في بيان أمام المجلس الحوار الوطني، مجلس الأمناء، وطلبت منهم اعتماده ككيان سياسي، وتفضلوا بأنهم وافقوا على أنه يبقى كيان سياسي. فكانت الحقيقة المسائل يعني ماشية في سياقها، قدرنا نعمل مجموعة محترمة جدا بتخرج أوراق، بتشتغل على بدائل وحلول، مجموعة إصلاحية لا تسعى لتسجيل النقاط ولكن تسعى للمساعدة والإصلاح عن طريق شخصيتها المحددة اللي بتعبر عنها، كيان ليبرالي متسع بيسعى الجميع، بيؤمن بالعدالة الاجتماعية. يعني عندنا مجموعة من المحددات، قدمنا أوراق كتير، قدمنا برنامج رئاسي أيام فترة الانتخابات الرئاسية وقدمناها لحملات المرشحين الأربعة، تفاعلنا مع استراتيجية الدولة ل2030، تفاعلنا مع أبرز التوجهات الاقتصادية التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وقدمنا عليها نقد وتحسين وبدايل. يعني طول الوقت بنحاول ان احنا نبذل جهد مخلص عن طريق لجنة اللي شكلناها في كتلة الحوار، شكلنا حكومة ظل خاصة بكتلة الحوار، مجموعة لجان فنية واقتصادية وثقافية، بنشتغل على مشروع كبير جدا للمحليات بداخله مسرحية إن شاء الله حضرتك هتبقى مدعو ليها، بتعبر عن مسألة المحليات، يعني إيه نائب مجلس محلي، إيه دوره، بيقوم بإيه، طلباتنا في القانون. ده من خلال مشروع كبير جدا اسمه مدرسة المحليات، بنستهدف فيه تدريب كوادر كتيرة، بنستهدف تدريب 5000 كادر، وعنوان المشروع بندرب لمصر، يعني كان في حزب الحوار تحت التأسيس أو في كتلة الحوار أو ما كانش، في النهاية إحنا بنحاول نصمم برنامج تدريبي يدي الطعم الحقيقي لمصر، إن مصر الحقيقة عندها مشكلة شوية في الكوادر يا أستاذ مصطفى، محتاجة تدريب ومحتاجة تدعيم. فكنا دايما بنقول إن إحنا دايما جزء من طريق الحل وجزء من الحل دايما، مش بس إن إحنا ممكن نعلق من أجل التعليق أو نبان بشخصية المعارضة اللي حضرتك عارفها، لا مش ده الهدف. الهدف إن إحنا نمد إيدينا بالمساعدة، الهدف إن هذا التيار اللي الريس بدأه بالحوار الوطني وبكذا ينتج ثمار جيدة تعبر عن المرحلة. طيب هل يمكن أن يتحول هذا التكتل أو هذه الكتلة إلى حزب سياسي؟ الحقيقة ده في خطتنا إن شاء الله، ويعني بإذن الله يبقى في القريب، بس مش هنتحول، إحنا هنحافظ على الكيانين، لأن كتلة الحوار حضرتك عارف هي متحررة من إنها تبقى حزب، هي كيان حر وتحالف بين مجموعات مختلفة بيسمح بانضمام ناس في أحزاب أخرى وفي تيارات سياسية أخرى، لكن الحزب حزب. لكن إحنا بنسعى إن يبقى عندنا إن شاء الله حزب يحمل نفس الاسم، حزب الحوار. إحنا بدأنا فعلا خطوات التأسيس، قدمنا ورقة لجنة شؤون الأحزاب من حوالي 7-8 شهور قبل الانتخابات الرئاسية بشوية، وبدأنا في حملة جمع التوكيلات، ما زلنا في طريق جمع التوكيلات أو في التفكير لانضمام لحزب آخر أو الاندماج، لأنه في توجه عام في البلد على مسألة اندماج الأحزاب، وانت عارف حركة اتناقشت في الحوار الوطني كتير في اللجان المعنية بمناقشة قانون الأحزاب على مسألة الاندماج وازاي يتم. فاحنا لسه بنختار يعني احد الطرق دي، يا اما نستكمل مرحلة التأسيس. احنا دلوقتي عندنا شرعية ان احنا حزب تحت التأسيس، تعرف حضرتك دي بيكتسب شرعية، ومن ده احنا عملنا مؤتمر كبير في الأقصر ايام الحملة الانتخابية رئاسية وحضروا ناس كتير. فاحنا بنسعى ان احنا نبقى رقم فارق وجديد بيعبر عن مرحلة جديدة، بيتيح يا استاذ مصطفى الجيل الوسط انه يتبوأ مقاعد القيادة. يعني احنا طبعا نحترم روادنا واساتذتنا اللي اشتغلنا معاهم في الاحزاب، انا بقى لي اكتر من 20 سنة يعني اعرف كل الوسط السياسي المصري واشتغلت مع معظمه، وبشوف ان الوقت جه انه جيل الوسط هو كمان يبدأ يتبوأ
مقاعد القيادة ويحدد الأولويات والمحاول، لأنه أنت عارف حضرتك الدولة المصرية بقت شابة جدا، يعني لو تشوف حضرتك تنسيق شباب الأحزاب، النواب، النزول بسن الدخول للبرلمان سواء الشيوخ أو النواب، يعني مصر بتبحث عن كوادر شابة عندها قدرة على العطاء، مع احترام طبعا جيل الرواد طول الوقت وجيل المؤسسين، أنه جيل ليه فضل كبير وبذل مجهود كبير في مصر. طيب الناس كلها بتترقب حكومة جديدة، والرأي العام منشغل بهذه الحكومة. كيف ترى مهمة الحكومة الجديدة؟ ماذا يريد المصريون من هذه الحكومة؟ شوف حضرتك، احنا طالبنا في أكثر من بيان بحكومة سياسية.